السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو مال اليوم راح احكي لكم بيه على الارباح مال تيك توك، خاصة الافليت ماركت. هواي ناس بدأوا يحكون على الافليت ماركت، طبعا صار فترة طويلة هم هنو الناس يستعملوه، يفتحون الشوب مال تيك توك وراها يخلون غراض بالشوب مالتهم، بالستور مالتهم، يبدون يبيعون. تيك توك استحدثت شغلة تخلي الناس كلها تربح بصورة عامة، انه يسوون افليت ماركت الدول، الناس اللي يجيبون بضاعة يخلوها بالستور مالتهم ويبيعوا لهم، يسوون عليها دعايات. يعني مثلا يشتري سماعة يطلع يسوي عليها انه هاي استعملتها، هاي هيجي، يشتري غير شغلة يسوي عليها دعاية، هذن اذا شفتوهن اللي يسوون يشغلون السيارة، الجمبر مال السيارة، وهواية شغلات يعني. فالفيديو مال اليوم صورة خاصة راح يكون على شلون تفعل الافليت ماركت مالتك وشلون تبدي تستفاد من عده، تسوي فيديوهات وتربح بيه. خلي اشوفكم بس اعطيكم فكره انه شنو هو الافليت ماركت. طبعا نشوف احنا هنا بهذا الفيديو، بدي تشوفون هاي الكتابه الحمراء فوق هذني الاسعار، هذا الربح اللي تقدر انت تحصله. هاي كلها هنا ارباح هذني تقدر تحصلها اذا تحققت، يعني اذا ناس اشتروا فانت راح يجيك من الشخص اللي يبيع تجيك ارباح من هذه. ف شغله سهله، شغله حلوه، بس بيها شروط محدده. هاي الشروط، اول شيء انت لازم يكون عندك حساب مال تيك توك، عمرك فوق ال 18 سنه، عندك ستور تربطه ويا التيك توك حتى تقدر تفعل هاي الخاصيه. هذه كانت تشتغل لحد قبل فتره، هسه لازم يصير عندك ويا الستور اللي تربطه بالحساب مالتك لازم يكون عندك 5000 سبسكرايبر. خليني اشوفكم الطريقه شلون تربط الستور بيها، ونروح على الحاسبه ونشوف، واللي عنده اسئله يقدر يسال واقدر اجاوب عليها. نروح على الحاسبه ونشوف شلون نسوي هاي الشغله حتى نستفاد من عليها. يلا طبعا بالبدايه احنا هذا نفتح جوجل، نخلي التيك توك سيلر هنا، من هنا تقدر تدخل او من ندخل على الصفحه اللي نريدها. هذه الصفحة راح تطلع لنا ذني 3 ستورات حسب المنطقة اللي انت موجود بها. مثل انا هنا بالولايات المتحدة اختار هذا، راح يطلع لك هذا ال هنا من انا تدخل، يا اما تخلي رقم تليفونك او ايميلك، باسورد، هذا اذا عندك كان حساب. اذا ما عندك حساب ننزل شوية جوا على هاي الساين اب اللي جوا من انا، ندخلها نخلي الايميل مالتنا ونتبع الخطوات حتى نسجل. طبعا انا يعني سجلت وخلصت التسجيل مالتي بنفس الوقت انه انا مليت هاي الصفحه هنا، يحتاج من عندك وقت لحد ما يسوي ريجستر للبزنس مالتك حتى تحصل الموافقه. خلال هاي الفتره طبعا انا مليت هذني البقيه اللي شغلات التاكس والطريقه مال شيبينج، طبعا انت ما راح تحتاجها تمليها، بس مجرد انه تحتاج تسوي اذا كان عندك تاكسات تسوي التاكسات، اما البقيه بس مجرد تخلي المعلومات تنتظر يوافقوا لك. شوف هسه اني انتظرت فترة تقريبا، اني شوية طول وياي وقت لحد ما يعني انه اكو ناس تقريبا ساعة ساعتين قبلة، واني تأخرت خلال يوم كامل يلا وافقوا لي عليها. شوف هسه من فتحتها مرة ثانية رأسا انه الرجستر مالتي انه موافقين عليها. وراها ايش راح نسوي؟ الشغلات المهمة، نربط الحساب مالتنا مال الصفحة مال تيك توك ويا هذا الستور. هاي نطفيها ما نحتاجها، يا اما منها تجي تربطها، يا اما تدوس على هذه وتدخل على ماي اكاونت وتدخل على ثالث وحده راح تفتح لك هاي الصفحه. تدوس على هاي الخضره اللينك اوفيشال اكاونت اللي هو الاكاونت مالتك، دوس عليها. ايش راح يطلع عندنا؟ راح يطلع عندنا باركود. هذا الباركود نفتح مالتنا الموبايل ونروح على هاي الثلاث الخطوط وننزل على ماي كيو ار كود. هذا نفتحه ونروح على هذا المربع اللي بالزاويه اللي فوق، ندوس عليه ونسوي سكان لهذا الباركود. شو راح يصير عندنا وراها؟ خلي ياخذ السكان. اوكي اخذ السكان مالته، تعطي هنا أنا المفروض موافقه اوثرايز، يعني توافق انه يربط الحساب مالتك مال تيك توك ويا هذا. ورا ما طبعا ورا ما تسوي الموافقه لازم نرجع نروح على الرسائل مالتنا مال الصفحه اللي هي نفسها، يعني الصفحه مال تيك توك هاي الانبوكس مالتنا،
ندخل عليها وندخل على التيك توك شوب هاي، ندوسها نرجع ندوس على هاي مرة ثانية، راح تطلع عندنا هذني هنا الشغلات هاي لازم نمليها، تخلي اسمك المعلومات مالتك بصورة خاصة. فطبعا انا خليت الاسم مالتي وكملت الباقي، يعني انه هاي على نرجع هنا نسوي هنا ترجع تعيدها مرة، اشوف هاي الخطوة هاي الشغلات اللي يحتاجها من عندك، فترجع تفتحها مرة ثانية الهذا يعني سده وتفتحها تسوي له ريفرش مثل ما يقول. نرجع ندخل على نفس الشيء على الماي كيو ار كود على المربع هذا الفوق، تفتحها شوف راسا هنا قبل تجي تاشر على ذن المربعات اثنيناتهن لينك هذا الاكونت، يعني انه موافق انه تاخذ يعني تسويين سوا، هنا انا موافق عليه خلاص هاي صار ربط عندك الاكونت مالتك ويا هاي الصفحه. المفروض هنا اذا كان عندي اني يعني اكثر من 5000 مشترك راسا راح يدخلني بال مال الافليت هذا، منا شوف شلون من تفتح من هنا راسا تطلع لك هاي، شوف هاي الصغيره هنا العلامه عليها كان سهم انه الافليت يشتغل عندك، بس هنا انا يعني للاسف ما اشتغل عندي لان يعني الاكونت مالتي مال التيك توك اقل من 5000، ف يطلع لي الماركت العادي ما يطلع لي انه لازم مثل ما شفته بالبداية كان، اذا يعني رجعوها للفيديو شوفوا يطلع لك هنا انه شلون تستفاد من الفيديو. فعلى العموم ان شاء الله هاي الطريقة السهلة، اذا كان عندك اكثر من 5000 مشترك انت مجرد انه تحول الاكونت مالتك الى بزنس وتفتح هاي الصفحة وتبدي تستفاد من هذه العروض مال الافلييت. انا هنا بالنسبة لي هذا التصوير مال الفيديو خلاص، اتمنى تستفادوا من عنده، واللي عنده اسئلة يقدر يسألني بيها، واشوفكم بالفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.